بتاع اليوم. رجل مباراة محافظة طرابلسي مراد عمر، عماد الإجري، ولطفي المهاجر. ثلاث نقاط قد تكون هي الأغلى للجليزة في هذا الموسم من أجل الصعود، هو الرابع في تاريخه، والانتصار كان ضروري وبنفس درجة الأهمية للاتحاد بن قردين لمواصلة الحلم للدخول في دائرة الكبار. الويكلو فرض ترتيبات أجلت انطلاق ديربي الجنوب الشرقي بعشرة دقائق. الضغط اللي كان مسلط على ابن سعد معمر يفسر الرغبة في التهديف منذ اللحظات الأولى. بداية قوية رد عليها مستقبل جابس في الدقيقة العاشرة من خلال تصويبة قوية لوليد الظاهري، والحارس الرجيلي يتصدى. بداية طرحت أكثر من سؤال لجليزة تفاجأ فيها بهدف في الدقيقة 14. الركنية تتنفذ والهادي برخيص أسبق من الدفاع يغالط بن ثابت بتسديدة رأسية. المصايب لا تأتي فرادة. ثلاث دقائق بعد كورة في العمق في دفاع جليزة، يخرج الحارس بن ثابت خارج منطقة 16 متر و50، يفقد التوازن ويلمس الكورة باليد. الإقصاء والتاريخ يعيد نفسه لنعود إلى موسم 2009-2010 مع لقاء الحاسم بين القناوية وجليزة، ياسين حروش يقصي الحارس خميس الثامري. احتجاجات أبناء جليزة على الورقة الحمراء والمباراة تتوقف لمدة خمس دقائق. موافقوا على الورقه الحمراء والاقسام تاع الحكم ياسين حروش ولا والله مش موافق صاب برصا، خاطر راني بعد ما الحاجه ما يشبه من العاني تحت، وثاني حاجه فما اصحابي رجعوا الكاش بعدي. يستأنف اللعب، كوره في العمق بدون خطوره، غياب التواصل بين المعاوض ياسين بوركبه ولسعد بوعبيد ونيران صديقه تصعب الوضعيه على الجوبسيه. الهادي المقراني يلعب ورقة يونس مزهود في أول كوتشين، لكن الفرص تبقى من جانب الاتحاديين خاصة عن طريق لمجد عامر وبرخيص، لكن الدفاع يتدخل في كل مناسبة. توزيعات لمجد عامر وحمدي جبالي وفرت فرص للتهديف، لكن المتابعة كانت غايبة. نلعب دقيقة 45+5، أشرف الزواغي ينفذ الركنية، وجدي المدة بيصوب على القائم الأيسر، الكرة ترجع أمام ربيع الورغمي يذلل الفارق يرجع جليزة في المباراة. ويفتح الشوط الثاني على كل الاحتمالات، واللي بداها المستقبل بقوة استغل فيه تراجع غير مفهوم لاتحاد بن قردام اللي اكتفى بالمرتدات في الدقيقة العاشرة إثر توغل مروان العطوي والالتحام على سعد بوعبيد. الدقيقة 30 كذلك كانت هناك مطالبة بضربة جزاء إثر توغل لمجد عامر، لكن دقيقة 32 الجليزة يضع أقدامه في الرابطة الأولى من خلال نقطة التعادل. مزهود يوزع من اليمين، بهتة في دفاع الاتحاديين، ووجدي المدة بيعدل، وفرحة القوابسية لا تحتاج إلى تعليق. لكن يخسر بعد 6 دقائق مدافع الورغمي بسبب احتجاجات كان يمكن تفاديها وكلفته الانذار الثاني. انهيار بدني وذهني للاعبي اتحاد بن قردين اللي قبلوا زوز اهداف امام منافس كان منقوص، لكن عزيمته كانت حاسمه وعملت الفارق ومكنته من الهدف الثالث في الدقيقه 90+3. يونس مزهود يعمل الشو في سلسله من المراوغات ويؤكد صعود لاعب الانتصار في مباراه كانت غير منصوح بها لأصحاب القلوب الضعيفة. هرمنا من أجل هذه اللحظة، صحيح ولا؟ صحيح برشا. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. تشوف سيركونستانس تاع الماتش، شفت الماتش، شفت الاربيتراج، ما اول مره باش نحكي الاربيتراج، لكن الفرحه تنسي الناس الكل. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. سيزون اكسبسيونيل، سيزون اكسبسيونيل افيك ان باركور هيستوريك لزليزة. الحمد لله يا ربي، وفقنا ربي اليوم من بعد تعب كبير. ان جرون برافو للجوارات. التحكيم حسب رايك ينجم يكون يلافو سي لو ريزولتا ولا اثر على النتيجه؟
والله ينجم يكون اثر على النتيجه. ثم دي بيلانتي تنجم تشوفوهم بعد في التلفزه، دي بيلانتي معناها ظلمنا فيهم كارو، اعطاه ما واحده معناها 100%، تنجم تعاودوا تشوفوهم بعد في الحد الرياضي.